وبما انه احنا نسعى دائما الى تبيان الحقيقه، معنا تسجيل مع اطار بوزاره الثقافه، هذا يعتبر بمثابه الشاهد يعني الرئيسي في هذه القضيه، تحفظ عن اسمه واكد انه كان شاهد يوم وضعك لمولودة ديالك، وانه كان يتوسط بينك وبين الممثل باش يسوي العلاقه وباش يعترف بالطفله. الله يشهد ربك، كاين منه ما كذبتش، كانت بات معاه في مقر الجمعية، صح كاين منه الطفلة بنته، انت كي تقولي لي كاين منه باللي الطفلة بنت، خاطر مام عمر بن الخطاب وقال لك حتى تشوف وحتى يفوت الخيط، صح، مي انا كيفاش نأكد لك، خاطر هو في حد ذاته قال قدامي، قال لها قدامي انا واقف، قال لها باللي واه نحط لك البنت على اسمي، قال لها نفس عرف البنت، علاقه اللي كانت بيني وبينها كانت غير هو غير هي وياه، ما كانش دايره علاقه اخرى مع ولاد واحد اخرين ولا باش حنا نشكوا في نسب الطفله. اذا كما سمعنا هذه المكالمه فريال، انت تعرفت على هذا الشخص؟ عرفته، تقيني والله انا مندهشه، لانه هذا الانسان صح كان حاضر في هذيك البريود اللي كنت انا فيها في مشاكل مع هذا السيد. اذا استغليها فرصه واش تقولي له، لانه شاهدت راهي ثمينه جدا. ريحت شويه كي سمعتو هضر هكاك، لانه والله هذا صدقوني انا ما قلتلوش حد، ما عيطلو ثاني، يقولوا الناس عيطتلو ولا هو وحده عيط، انا ما عيبيش حتى بلي راح يهضر. يعني اصعب شيء في الحياه انه الانسان يكون مظلوم وزيد الناس تتهمك باللي درت. نعم، والله الانسان يكون مظلوم ويتفق الكل او البعض على تصويره انه ظالم، لما يبان له خيط النور امل، طبعا لما يبان له خيط النور ولا يبان له واحد اللي صح يشهد بانه شخص مظلوم، شوف يعني خيط الامل اللي يعاود يرجع له، يعني صعب جدا انه يتامروا عليك الكثير من الناس. نعم، وانت مظلوم. اسمح لي اكيد تبكي لانه ما كنتيش تنتظري هذه الشهاده. والله ما سمحوا لي ريحت، لانه انسان صح كان حاضر في الايام الصعبه اللي كنت نجوز فيها. نعم، يعني استاذ ربما القضيه راهي محل تحقيق. لا مانيش عارف. نعم، وش وقع، ولكن انا الشيء اللي نشوف فيه يعني حتى يولي الانسان واللي هو يبحث عن ادله مخرج النجدة باش يقنع الناس، باش يقنع ربما غدوه ولا بعد غد ولا مانيش عارف الايام القادمه ربما راح دير دعوه قضيه، باش تقنع لازم تجيب كل شيء عنده علاقه بهذه القضيه. قضيه انت شكيتي؟ نعم شكيت. فين على هذا الحكايه؟ باش شكيتي الشكوى وين راهي؟ التحقيق انا ولاح رحت للدزاير، الحمد لله كاين الناس اللي وجهوني كشفوني اللي يعرفوا حقيقة واش صرا معايا. وجهوني قالوا لي روحي الباب جديد، فما فتحت تحقيق على جال الصور تاعي واش صرا، هما طلبوا مني الحكاية بالتفصيل، يعني من الوقت اللي أنا كنت في حامل وكيفاش كنت نخدم وكمل حتى وين حطوا الصور تاعي. عاودت رحت ليهم، لا ما نقول شكون ولا كاين اللي عرفوا شكون حط تصاوري، و يعني تقدري تقولي الناس هذوك اللي حطوا تصاوري عندهم علاقه. اذا القضيه راهي ليك مازالها قيد التحقيق، حنا نفضلوا من نخرج.